طيب مستر فرناندو، كل مدير فني ليه استراتيجية بيحطها مع فرقته، ليه سيناريو بيحطه مع الفرقة، خاصة إن الدوري المصري مش دوري قوي، يعني الدوري المصري هو أهلي زمالك، مع احترامنا طبعا لكل الفرق، ولكن الدوري مش قوي. فالنهاردة عندك أكيد استراتيجية مع الفريق، إزاي توصل بيه للتوب فورم في الوقت اللي أنت ما عندكش فرصة إن تلعب مباريات قوية طول الوقت، إزاي تقدر تتغلب على النقطة دي باستراتيجية طويلة الأمل أو طويلة المدة؟ First of all, في البداية أنا we are in one process during all these months. نعمل كمنظومة كوحدة واحدة في هذه العملية. ربما we need a little more time. نحتاج المزيد من الوقت خلال هذا الموسم، خصوصا في الفترة أو الجزء الأول من الدوري، بعد توقفات اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب المصري والتحقوا بالفريق متأخرا بعد ذلك، فبالتالي نحتاج المزيد من الوقت. But like you comment, لكن كما علقت أنت، نعم، not all the games and not all the part of ليست كل المباريات في أعلى مستوى المنافسة to prepare to the team. وليست مباراة جيدة لتحضير وتجهيز الفريق، فبالتالي نحن نستعد جيدا في الأول، نحاول أن نجعل اللاعبين يؤمنوا بأنفسهم. هذا هو الأهم بالنسبة لي. كلما آمن اللاعبون كلما آمن اللاعبون بأنفسهم ونريد أن نغير هذا، كلما كان هناك نريد أن نرسل لهم رسالة أنهم يجب أن يعملوا كوحدة واحدة لنصل بهم لهذه اللحظات، ويكون هذا أمرا ممكنا أن نعمل كفريق وليس كعمل فردي. فبالتالي بدأت من هناك. نعم، هم يحتاجون لمباريات أفضل فنيا ومن الناحية الخططية ليتطوروا. نعم، مستر فرناندو، بيبقى الفلسفة الأوروبية بتقيم اللعيب حالة، وفي مدارس تانية بيقيم اللعيب بسنه، بيبقى السن عامل مهم في تقييم اللعب. من وجهة نظر حضرتك تقييم اللاعب ازاي؟ هل العامل السن مهم في تقييمه، ولا بالنسبه لك هو الاداء في الملعب، هو القدره على العطاء في الملعب؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني، انت عندك في الفرقه مراحل سنيه مختلفه، في اكتر من جينيريشن موجود عندك في الفرقه، في اللعيبه الكبار، في اللعيبه المتوسطين العمر، في اللعيبه الصغار. فالنهارده انت عندك ثلاثه ليفل من اعمار اللاعبين، بتتعامل مع ده ازاي يا مستر فرناندو؟ ايه ليس فقط في الأهلي، في كل فرق القمة لدينا أقسام مختلفة، ويجب علينا أن ندير كل هؤلاء اللاعبين. يجب علي أن أحلل الموقف في حل الموقف فريقي الآن، لأن لدينا ثلاث أو أربع أجيال في الفريق مع خبرات مختلفة، مع أعداد مختلفة للاعبين، شخصيات مختلفة، تفهم او فهم مختلف للعمل الجماعي، للحياه الاحترافيه، للعادات الاحترافيه، لتكون لاعب محترف. وربما هذا هو الجانب الاصعب من مهمه المدير الفني. وهذا هو الاهم بالنسبه لي، ان احاول ان اريهم كيف يكون اللاعب المحترف او اللاعب ذو الخبره، ليرشدهم للطريق الصحيح. ولا أتحدث عن الناحية الفنية، أتحدث عن كيف تتصرف كلاعب محترف، ليري اللاعبين الآخرين التصرف الصحيح داخل الفريق. وهذا هو الأهم بالنسبة لي، أن يفهمه اللاعبين الصغار من اللاعبين ذوي الخبرة. بالنسبة للعديد من المدربين، الخبرة أو اللاعبين ذوي الخبرة هو حجر، مجرد حجر في الفريق. ربما هو مشكلة لبعض المدربين، ولكن بالنسبة لي اللاعب ذوي الخبرة هو الذي يصنع الطريق، هو الذي يريهم الطريق. هو اللاعب المهم، يجمع اللاعبين ويريهم كيف من المهم أن يتعاملوا كلاعبين بالغين ولاعبين محترفين، ليكون مثالا يحتذى به بالنسبة للفريق.